السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تكونوا بخير صحه وعافيه والكرم والسلام عليكم يا الخير يا الكرم منورين ومشرفين على قناه سوبر سي في. زي ما شايفين النهارده هنلعب مع بعض لعبه جديده اسمها بلانت فيرس زومبي جاردن وورفير. اللعبه دي يا جماعه من اجمد الالعاب الشوتر سيت بيرسون شوتر للاطفال ولاي عمر. يعني بجد انا عايز اقول لك على حاجه، وانا بلعبها انا مستمتع بطريقه غير طبيعيه. انت لما تيجي تلعب عندك اكتر من كلاس، في عندك اكتر من مود لعبه، يعني في عندك زي تيم ديس ماتش وكابتر ذا فلاج، كل كانك بتلعب بالظبط باتل فيلد 1 او كانك بتلعب كول اوف ديوتي بس كاعشاب وكزومبيز. اللعبه مبهجه بطريقه غير طبيعيه، حلوه جدا بصراحه، ما فيهاش لا قرف لا جليتشات ولا مكان غلط في السبون. طبعا انت عندك كذا شخصيه بتقدر تلعب بيها، في عندك زي الاسولت وفي عندك ميديك وفي عندك الكلام ده كله. انا الشخصيه اللي انا بلعب بيها دي ليها الثلاثه سبيشال ابيلتيز هتلاقيهم موجودين تحت على اليمين، منهم اللي انا لما شفته من شويه انا كنت بجري بسرعه اهو وهي بتضرب طلقه. انا كده قتلت الاولاني يا معلم. في دلوقتي واحد طالع علينا من فوق. طبعا هو اللعبه هي الكونسيبت بتاعها بسيط جدا، هو عباره عن فريقين، فريق الزومبيز وفريق الاعشاب. فريق الاعشاب اللي هو بتاع بلانتس بيقعد يقتل في دي زومبيز، وزومبي في الاعشاب لازم حد يكسب. انا دلوقتي بلعب بالتيم تيم ديس ماتش. اوكي بلعب بالتيم ديس ماتش. اوبا 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 اديله اديله في الامبلا يا حلولا. بس انا كده زي الفل يا معلم اهو. انا دلوقتي واحده من سبيشال ابيلتيز زي ما انتم شايفين، لما دوست على الواي اتحولت بقيت لماشين جان بس ثابت في الارض، بيضرب كميه طلقات كتيره جدا. اوه انا قتلت من شويه واحد. اوبا في واحد بيضرب عليه من بعيد. لا 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 تعالى تعالى تعالى. اوبا هموت انا كده، قتلت عليه قنبله قنبله ما عملتش اي حاجه. لازم اهرب دلوقتي، استخدم البتاع بتاعت السرعه دي اللي هتخليني اهرب. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا عندي الثلاث سبيشال ابيلتيز بالنسبه للكاركتر ده. كل سبيشال كل كاركتر ليه سبيشال ابيلتيز بتاعته اللي موجودين تحت على اليمين. لما بدوس على ار بي زي ما شفتوا بمشي بسرعه، ولما بتدوس على المثلث بتحول لهيفي ماشين جان، وبعد كده ممكن جبت الواد من بعيد. يا لهوي عليا وعلى سنيني. بتضرب طلقه طلقه، ممكن تعمل ايم وبتنط، حركة عادي جدا. بس في واحد هو تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا يا شقي، يخرب بيت شاوتك. في واحد بيضرب عليا من بعيد. لا 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 عيب 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 عيب. عايزين نجري احنا بقى. اوبا لسه بنهرب، ما جابنا من الكلوت، يخرب بيتك. دلوقتي ايه، انت دلوقتي تقدر تعمل ريسبون تلعب بنفس الكاركتر، او ممكن بعد ما كل تموت تغير الكاركتر بتاعك. والله يا جماعه انا اللعبه دي ممكن تستغربوا منها، بس يعني تقول لي يا صبري دي ولا كل دي ولا بتاع ده، اقول لك اللعبه دي بالاخر يعني روقان اعصاب وبتلعب ما فيهاش شيترز، يعني ما فيش شيترز بيلعبوا. بص دلوقتي اهو ما فيش جان يا معلم، اي حد جانا هنجيبه من لغاليغو. هاتوا من لغاليغو، كل واحد يخلي باله من لغاليغو، احنا نجيب الناس من لغاليغو دلوقتي. مفيش حد عايز يجي؟ ما احنا المشكلة ان احنا ما بنقدرش نتحرك، نجيب واحد اهو، اوبا. يلا في واحد هيظهر لنا قدامنا، وسع وسع، بس جبناه. دلوقتي نقدر نفك الليفي ماشين جان، لا مش هنفكه، في واحد اهو، جبنا واحد قبل ما جبنا كده كده، جبنا اثنين قبل ما نموت الحمد لله. وطبعا الحلو في اللعبه دي برضه زي ما شايفين الجراف بتاعها حلو، ظريفه خفيفه، ما بتتحركش على العنف. يعني انت يعني انا بلعب دلوقتي ايه، بزرع بسله. عشان الناس يعني بعد كده بتفكر وتستهون بالبسله. يا جماعه البسله دي قاتله، زي ما شايفين دلوقتي انا بضرب بسله بموت. اوبا اديله ده فوق حوالين نفسه، ده مالناش دعوه بيه. تعالى يا حبيب قلبي، عشان بعد كده امك لما تيجي تغرف لك بسله تاكلها، تقول الحمد لله رب العالمين وتاكل بسله هتخلصها لغايه. بص شوف البسله بتعمل ايه، بتموت الزومبيز. فانت ايه، اوبا اوبا اديله واحد على قفاه قفاه قفاه، ايوه كده قفاه كم يعني ايه منور. ايه يا عم الحلاوه دي انت عليك قفاه، يخرب بيتك فظيع. انا بحب الشخصيه دي، سرعه بطيئه وبتضرب الطلقه بتاعتها بس. يعني اوبا ايه ده، احنا موتنا برضه اللي بعديه. الواد عمال يقول لك بيتكلم كده تحس ان هو بقه بايظ. هو ضربنا اللي بعديه يا جماعه. يا جماعه ده انا حرق قوي عليهم، حرق قوي. نعمل ريلود للبسله، البسله رايحه البسله جايه، البسله هتقطع الناس كلها يا جماعه اللي يستاهل بالبسله. احنا دلوقتي محتاجين بس ايه حاجه تحصل قدامنا بس كده، ونشغل الايه، نشغل روكيت لانشر اللي هو الماشين جان، نتحول لماشين جان عشان نضربهم بالبسله. فين بقى؟ ايوه ما فين؟ ابا تعال يلا حول اهو 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 يلا تعال تعال تعال، مش هنسيبك مش هنسيبك. مش شايف اي حاجه،
يا خراب ابيض، حرقوا البسله فظيع. شفت الهيلث بتاعته 25؟ ده بعد ايه؟ ده احنا نرجع للبسله تاني. في شخصيات كتير جدا تلعب بيها، وكل شخصيه يعني تحسسك ان انت بتلعب بسلاح مختلف. يعني مثلا انت تحس ان انت بتلعب مثلا اكنك بتلعب زي بمثل لانشر. في شخصيه تانية مثلا تيجي تلعب بيها تحسسك ان انت بتلعب بسنايبر. شخصيه ثالثه تحس ان انت بتلعب بماشين جان، شوت جان كده. هو في شخصيات كتيره جدا، بس انا الشخصيات دي من اكتر الشخصيات اللي بحبها. انت عمال بتنطط لي هتعمل لي فيها فرقه العز، نجيبك دلوقتي. هوبا هوبا يا خراب ابيض، حرقوا البسله. ده كان 7%، يا لهوي. يعني ده كان فاضل له تفه كده، كان زمانه دلوقتي مات. يلا احنا بقى نروح لهم بسرعه، كل شويه نفضل ماشيين بالراحه بقى. لا 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 ما ينفعش. شفت لما بيجي بيجري بيعمل شفت؟ تحس ان هو عنده شلل نصفي، ولا تحس ان هو في حاجه في دماغه مش مظبوطه. تعالى هنا هنا. ولا ولا لا 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 انت هنا. ايوه بس كده. هما فين؟ تعالى 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 يا ابن القصيره، تعالى تعالى يا ابن البعيده، تعالى يا ابن اللي بتتحرك كتير، تعالى يا ابن التخينه. اوبا اديله. اوبا اوبا انا استخبى يا عم، انا استخبى يا عم. الواد التخين ده هيفرتكني يا عم. انت ده كان فاضل له ضربه واحده بس ويموت. يا لهوي، ده انا كنت ضربته الضربه دي كان زمان دلوقتي مات. بس انا عشان انا جبان استخبيت. يلا دلوقتي هنروح نحط عليهم واحد واحد. زي ما شايفين دلوقتي في كذا كاركتر، في تلعب ممكن تلعب بالبرتقانه تحدف عليهم عصير برتقال، بس انما ايه فريش. اوبا فين بقى؟ فين؟ انا بضرب في الضلمه، اللي بينور معايا بضربه. قتلنا الاولاني. تعالى استخبى استخبى، احنا الهيلث بتاعتنا بتروح. نحدف في القنبله دي بسله ما عملتش اي حاجه، البسله الحمراء دي. يا ابني الفاصوليا، يا ابني الفاصوليا، يا ابني البسله، يخرب بيتك انت. بس موتناه. احنا بنلعب دي ديس ماتش، البقاء الاقوى. اوبا يا ابني البسله الحمراء، يا ابني البسله الخضراء. اوبا مفيش حد يحدش فيا. بس احنا اولين جنرال، شفتوا انا من شويه ما كنت بشوف احنا اولين جنرال عاملين 17 كيل، ولا حد يجي طبعا يصب ياخد بايدي. الا يا صبري تعالى، والله العظيم انت شبه وشك شبه البسليايه، اخد بايدك. لا 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 مفيش اي حد بقى بيساعد حد. لا بصراحه انا يعني انا ايه، انا بفكر اعمل حمله ضد الناس اللي بتكره البسله. بسله كل يوم ولا بسله اي يوم؟ اي كلام في البتنجان، ما تركزش معايا علشان انا ايه دلوقتي تحت تاثير بسله. تعالى هنا انت مستخبي، يلا انت فاكر نفسك بتنشر معايا انا في الغسيل؟ لا تنشر موسيقى، تنشر الغسيل اللي عندك هناك في البيت. ايوه اديله بقى، اديله هيد شوت هيد شوت. يا جماعه اقسم بالله ده انا عامل معاهم مش الجلاشه، البسيليايه. عامل معاهم البسيل، احنا كسبنا بس كده، احنا جمعنا 50 نقطه يا معلم. والله لعبه جميله وظريفه زي ما شايفين. سيربس شوتر وشوتر وزي الفل شوتر. شفت شفت الدقه، دقه في التعبير فظيعه. انا في التعبير الفظيع. اوبا مان اوف ذا ماتش، يخرب بيتك، واخد المركز الاولاني في كل حاجه، توب برفورمر وتوب سكور. لا 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 اوبا 19. شوف بقى يعني انا لسه ليفل، يعني الرانك بتاعي لسه 5 والتاني الرانك بتاعه 50 زي ما شايفين، اللي هو جنب السكور بتاعه جنب اسمي 5 وهو 50، وانا جايب نفس السكور بتاعه ومعديه كمان. احنا من شويه كنا بنلعب بالبلانتس عشان طبعا تبقوا عارفين. اوبا نلعب في مصر، الله اكبر، نلعب في مصر يا معلم فرعنا. نلعب دلوقتي بقى بالزومبي. ايوه هنلعب كنت هقولها نلعب فيز نلعب بزومبي. يعني انا ما حدش يفهم غلط، ولو سمحت اذنكم خلي النيه صافيه، ما حدش. نلعب بجدو. ايوه هو جدو ده، هو جدو ده اللي هيظبطنا. يلا بس مش عارف ليه حاسك يا جدو هتموت من قبل ما تلعب. انت مالك كده؟ ده كل حاجه بتنعش فيه بيفكرني ببوحه. قال له ده انت عندك مرض كلابي، ده بيتحرك بالعافيه. رتاكاجوجا يا خراب ابيض، طالما هي بدات كده رتاكاجوجا يبقى احنا كده. اوبا البرتقال، برتقال على نفسك، ماليش انا في البرتقال، استخبى جوه العلبه. استخبى، طب ايه ده؟
زي ما شفتوا حاجه من من القوات الخارقه اللي موجوده في الشخصيه دي ان انت ممكن تقدر تستخدم جوه العلبه. والحاجه الثانيه ان انا اقدر استخدم ادوس على W اعمل كده زي ايوه بتاع ده واضرب الناس من بعيد. نجرب كده نشوف الحكايه دي بجد بتنفع ولا لا. استنى هوبا اديني ايوه كده. ايه يا عم انت بتحدف عليهم ايه ده؟ اش مش عايز يموت. مات اهو مات اهو. يلا يلا نحذف اللي بعديه بقى اللي بعديه اللي بعديه. اما انت صحيح غراب احول يخرب بيتك. بهرش عايز اهرش بس عملت اللي بعديه زي الفل. تعال هنا تعال هنا هجيبك. انا اصلا بحب البرتقال والله العصرك. هعصرك ما تقعدش تضرب عليا عصير في كل حته. ايوه كده انا كده زي الفل بس تمام. البسله بقى حبيبه قلبي معلش بس انا دلوقتي بلعب بالزومبي بلعب بالزومبي. شفت الحرامي ابن الحراميه سرق الكلايه مني ينفع كده يا بنت؟ ما تقربيش المقبره دي المقبره دي بتاعت جدي. يا خراب ابيض حد نش ام الغراب ينفع كده؟ نستخدم بقى اللي هي اخر بقى اللي هي اللي في كده سبيشال ابيلتي ليه بيركب فوق صاروخ مدفع. ايوه يلا هوبا اديله 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 اديله. يا راجل ده انا ضربك في بوقك يا راجل ضربك في بوقك. بس يلا احنا المركز الثاني مفيش مشكله. انت اصلا جدك يعني مؤاخذه في الكلمه انت رجلك والقبر اصلا يعني انت ميت من قبل ما تلعب والله. تحس ان الراجل ميت ثلاث مرات من قبل ما يلعب ام اللعبه دي. شايفين الجرافيك بتاعها حلو ها؟ لعبة ممتعة تقدر تلعب عليها ساعات مفيش أي مشكلة. هوبا تعال 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 أديك في البرتقال. أديك في البرتقال. أديك في البرتقال يا معلم عيب عليك. أنت ده في حد بيضرب ده في حد بيضرب عليا من ورا. هوبا لا لا مش أخلاق نينجا دي مش أخلاق نينجا. نقعد في العلبة. أيوه يلا نفرع جنبيهم يلا. هوبا شفت بقى وقتنا اللي بعديه احنا كده يا معلم دبل كيل. شفتوا بقى فايده العلبه ان انت ممكن تدخل جواها وبتخليها تنفجر في الفرقع في اي حد جنبيك وبتحميك في نفس الوقت. تعال استخبى بس ونشغل الطائر ده. عايزين نعمل الطائر ده والنبي ايه ده احنا دوسنا غلط عملنا البازوكا قصدي المدفع. يا جدو والله العظيم انت مش مكسوف مش مكسوف مش مكسوف من نفسك يا جدو. واقع كده على المكتب بص بص عندك رجل اه ورجل لا والله. ايوه لا 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 تعالي 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 هنا تعالي هنا. بص 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 ان لك ايدهن عظيم. المزه دي جات لي كده وراحت ايه راحت ادتني واحده في الحنكلول ورحت انا مت على طول. يلا بقى احنا عايزين نلعب بقى بالغراب بالبغبغان بغبغان يلا البغبغان تاني يلا بقى ترى ترى ايه بقى جاتك القرف فيكم في منظرك انا مش فاهم منك اي كلمه. يلا اهو اهو كيدهن عظيم سرقوا مني ام الكلاية بتاعتي. البسلالة دي يا لهوي عليها وعلى سنينها. دول كانوا هيموتوني بس الحمد لله انا موتتهم قبل ما يموتوني. يلا البرتقال لا البرتقال هيهجم عليا. يا لهوي. احنا نستخبى نستخبى. نفجر نفسينا؟ ده احنا انفجرنا بام البصل. التوم قصدي. يلا يا جدو قوم يا جدو قوم يا جدو. وما جدو احنا املنا احنا انت ظبطنا بقى ها يلا يا جدو انت انا عارفك انت اصلك ميت ومفروض ان انت المفروض تاخد دواء وعلى قدك ويعني بصراحه يعني ربنا يكون في عونك. انا ايه اللي خلاك تلعب معانا النهارده؟ يلا بقى المدفع بقى المدفع. ايوه اثنين ثلاثه ما تموت بقى ما تموت ما تموت يا ابن البسل. ام البسله دي راح تموتتنا تاني. قلتم قلتم بتنط في كل حته. احنا شكلنا نلعب بحد غير الام الكاركتر الزباله ده. نختار ايه؟ هم كلهم شكلهم اصلا تحس ان هم يعني عندهم هبوط حد. ايه ده بيلعب بماشين جان. طب حلو قوي زي الفل.
ايوه بقى، تعالى انا شايفك، انت فاكرني مش شايفك يا ابني؟ تعالى، ده احنا في مصر يعني، هي كلها قطن وصلاة. لا اوبا، يا لهوي عليا وعلى سنين، انك ايدهن عظيم. شفت، تقتلها مره اجيبك مره تانية. يا خرب ابيض. طب نغير الكاركتر ونلعب بيه. لا انا خليني نلعب بيه. ادينا نطينا النط الفحلوقيه اهي، بس يا رب نجيب حد بقى، عشان بصراحه ما يصحش كده. يا عم اقعد ساكت بقى، انت كل شويه عمال اهو. وش امك الفقر اللي خلانا ننفجر. الراجل حط لنا ام الماين في الارض ورحنا احنا لبسناه. نلعب بواحد تاني، نلعب بجده، نلعب بسوبر مان، نلعب بواد التخين ده. مكلبز ده حلو، بحب العيال المكلبزه دي، حلو. انا مكلبز اصلا فنعادي، مش فارقه معايا. يلا بقى، انت مالك عندك كتف وكتف؟ انت مش مكسوف يالا من نفسك يالا؟ كتف وكتف دي بتاعت البنات مش بتاعت الرجاله. شكل امك يا ار الدنيا، والله انت عار على الزومبي، يخرب بيتك. ايوه، واحنا كمان في مصر، افرض حد شافنا واحنا معرين كتفنا يقولوا علينا ايه؟ الشمال؟ يا ايه الادب؟ تعالى بقى، تعالى، ايه انك يا دهن عظيم؟ موت بقى يا عم انت، ده انت لو عصير برتقال من شاينا هتموت. يلا. لا ما تموتنيش بقى، ما ينفعش بقى، انا ما مش شفت بقى. بص عشان هي مزه كل ملموم حواليها يا معلم. تقريبا اللعبه دي اثرت على دماغي، نسيت اقول لكم ان اللعبه دي ساعات بتجيب هبل نصفي. اوبا، فات بتاع من ظهري. تعالى، البرتقانيه دي اصلا كانت واقفاني في الزور. انك يا دهن عظيم، تعالى، انك يا دهن عظيم، موتناها هي كمان. بس كده احنا كده حطينا كده زي بتاعتين تحمونه، نضرب من وراهم. الهيلث بتاعنا 25% وبيزيد بالراحه. اوبا، ادانا طلقه في الكلوت. ينفع كده؟ لا 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 لا، ايه ده؟ احنا اتعلم علينا في ارضنا، احنا اتعلم علينا في بلدنا، احنا اتعلم علينا في مصر. This is very bullshit. انا مش لاعب. ايه انت رايح فين؟ الفيديو خلص. بس احنا اللي اتفقنا عليه ما عملتوش. اللايك بتاعك بقى يا معلم، انت عارف اللي فيها. اشترك وسيب كومنت، قول لي على اللي انت عايز تقوله بقى، عجبك الفيديو ولا ما عجبكش. شيل اصحابك، حب قلبي وهبوسك.